اي ست، شنو المواصفات اللي ترديها موجودة بالرجال اللي حابة تتزوجيه؟ اول شي لازم يكون صادق وعنده خبرة بالحياة، واحب يسوي لي مفاجآت، يحبني كلش ويخليني اتجنن من العشق. اويلي يمه بهاي تقول مواصفاتي بالضبط، تقولي اسمها، قولي رمضان حتى تكمل، ويكون عمره مناسب لعمري. انا عمري 45. ايه وعمرها مناسب لي كلش. شنو المناسب بالموضوع يابا؟ المرأة عمرها 45 وانت 80، مستحيل هالشي. اي عادي، انا لا ما احسب الليالي، عمري يطلع 40، يعني اصغر من عندها. اي لا كلش. اي شباب، سمعتوا المواصفات اللي تريدها بالرجال؟ اذا احد يشوف نفسه مناسب، ارقام تليفوناتنا موجودة على الشاشة. ما راح اخلي احد يسبقني. الكنترول يقول عندكم اتصال. الو، ممكن تعرفنا على حضرتك؟ مرحبا ست، أنا زوج ست سونا المستقبلي رمضان، وتقدرين تقولي لي رام مهم. استاذ رمضان، يعني أنت هل قد واثق من نفسك أنه الشخص المناسب؟ أنا متأكد، وست سونا هم من تشوفني هم راح تتأكد من هالشي. شو تقولين أنت؟ يجي استاذ رمضان لو لا؟ خلي يجي. استاذ رمضان، إذا قريب على الاستوديو، تعال هسه ننتظرك. هسه جاي الست، اطير اطير. بس شلون تطلع منا؟ اكو حراس بالباب يابا، والباب الامامي والخلفي مقفولات. انا رمضان اللوتي لك، انا رمضان اللوتي. اهلا وسهلا استاذ رمضان، نورت الاستوديو. هلا بيك عيوني. وانتي شو تقولين ست؟ شنو حابه تسالين الاستاذ؟ استاذ رمضان، من نتزوج تقدر تعيشني زين؟ وضعك المادي زين؟ شنو الحكي؟ طبعا اقدر اعيشها احسن عيشه، انا عندي ايجارات وعندي دكاكين وفلوسي هوايه، وعندي بالبنك فلوس، وعندي راتب تقاعد، عندي هوايه هوايه عندي. شنو هالدلال؟ اذا ما عندك اعتراض خلي نفتح الستاره وشوفوا بعض، شو تقولين؟ لك ماكو داعي، لك افتحي افتحي افتحي. تمام عيني. هوب. ها شنو؟ هذا مقد ابويا. ايش؟ ايش تقولين انتي؟ ليش انتي ابوش عايش؟ انا سبع اصلا، حتى شواربي بعد مطالعة. شنو رأيك؟ لا، انا ما عجبني الاستاذ ابد. شنو ما عجبك بيه؟ ليش؟ شفتيني؟ أنا ما أحب هذا. شو تقولين أنت ها؟ أنا بهالعالم ما حد يقدر يرفض لي الطلب، أنا رامو أخذك وأروح، أخلي عقلك يوقف يوقف. أنت صعب تأخذني، افتهمت؟ لا أشو إلا أخذك وتشوفين. الوضع كلش توتر عندنا بالاستوديو، راح نسمعكم أغاني حتى نلطف شوية جو. ويانا أكثر فنان تحبوه، أكثر أغنية تحبوها، الفنان اللطيف دوغان. Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma. Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma. Kur'an'ıma, kitabıma küstüm. الو سليمان، قل لي تجهز العملية؟ ايه، اسم العملية هو خطف الأميرة من القصر. اسمعني زين، راح اشرح لك كل شيء.
منو حرف ولا شيء. راح تحكي بمركز الشرطة امشي. اخوان ترى انتو غلطانين يا معودين.